تزداد الموجة الثانية في الهند سوءاً، ولا يزال النقص في الأكسجين مستمراً، والمستشفيات ترزح تحت الضغوط، وأعداد الوفيات في ارتفاع، والآن نفذت اللقاحات. اصطفوا بالمئات في محاولة منهم لتلقي اللقاح. وهذه صور من غازي أباد في أوتار براديش، لكن العديد من الولايات قالت بكل بساطة إنها لم تملك كميات كافية من اللقاحات وعلقت البرنامج. هذا المشهد نادر في العاصمة الهندية، مركز للتلقيح مزود ببعض الجرعات، مما خلق جواً من الارتياح لدى المسجلين. أرى أنك متحمسة، لماذا؟ لأنني وعائلتي أصبنا بكوفيد، وأعتقد أن التلقيح سيساعدنا على عدم الإصابة بالفيروس مجدداً. كان من المفترض في هذا أن يكون التوزيع الكبير والتلقيح لكل من يبلغ أكثر من 18 عاماً، لكن ككل شيء آخر له علاقة بأزمة فيروس كورونا، يبدو أن الحكومة أخطأت في الأمر ولم تقدر الطلب الداخلي الهائل. أقل من 2% من سكان الهند تلقوا التلقيح بالكامل، في حين أن نحو 70 مليون جرعة أرسلت إلى الخارج منذ بداية يناير. لا يقتصر النقص في الهند على اللقاحات فحسب، بل يوجد نقص في كل الأدوية الضرورية لمعالجة الفيروس. هل تملكون ريمديزيفير؟ كلا. هل تملكون أي من الأدوية له؟ هل تملكون ريمديزيفير؟ هو غير متوفر. هل نفد منكم المخزون؟ لا نملك أي مخزون وهو غير متوفر. لأنه نفد منكم المخزون؟ لأنه نفد المخزون، ونسبة الإنتاج المنخفضة وكثرة الإصابات. كان رئيس الوزراء الهندي قد أمر حكومته ببدء التطعيم الجماعي، متعهداً بحل أزمة النقص الحاد في الأكسجين، لكن الطوابير تزداد، ولم تظهر الأزمة أي بوادر بأنها ستتوقف. تدخل قضاة المحكمة العليا في دلهي الآن، وأمروا الحكومة بأن يتأكدوا من حصول العاصمة على كميات الأكسجين الكافية، مع ازدياد عدد المستشفيات التي نفد منها الأكسجين ووفاة المرضى. حين بدأت الإصابات في الارتفاع، كنت أعتقد أن للحكومة خطة، لكن اتضح عكس ذلك. وبعد مرور الأسبوع الأول على الأزمة، فهمت أن الحكومات لم تكن تملك أي أدنى فكرة أو جهوزية للموضوع، ولا نملك أجهزة تنفس اصطناعية كافية في بعض المستشفيات. الهند حالياً في عين عاصفة فيروس كورونا، ولا تحقق الكثير من حيث محاولات إيقاف الفيروس من الانتشار عبر البلاد بسرعة متناهية.